écoute, nous partager. كيلومتر وجات بين عين لوح و الطريق ديال المريرت ولا كنتو غادي من جهه عين لوح راه غتصادفوا معها هي كاينه في الطريق ولا كنتو جاي من عين مربع على طريق عين لوح راه غتصادفوا في الطريق وهي البحيره اللي زوينه غير هي ممنوع على صحاب لي تريب على قبل التخيام اما بلا ما يجي يخلق فيها واحد النهار فهي فيها واحد المنظر زوين غير هو التخيام اللي كما شفت في البلاك اللي قبل ما ندخل هنا بانه مانعين على هنا ومانعين على الدراري الصغار على قبل الريسك اللي فيها هنايا وكيبان لي فيها واحد المنظر زوين وهذه كانت اول تجربه ليا ولا اول مره غادي نجي لهاد البلاصه ديك الديزا كنت كندوز منها ما كنتش كنعرفها بانها كتواجد في البلاصه هذه وخليكم معاك الثاني كيف العاده مع لقطات الفيديوهات تاعي بالنسبه للناس اللي كيديروا التريب غنشوفوا هاد البلاصه كيفاش نقيه وكيفاش زوينه وين لما جينا وقت الشتاء كاين الثلج كاين السماق اللي ديال بصح وكتمنى الناس الزياره ديالها ومن هنا غندوزو على المناطق اخرى في الاجمال في قمامي وطايف وواد وهادشي كامل غتشوفو الفيديوهات اللي جايين والفيديوهات اللي قبل هضرت على شي ضايات قبل وبغيتكم تحاولوا على القرش يلا السلام عليكم.